حياكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات واللي أكيد بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. طيب تعرف لميا إيش الأشياء اللي ممكن تقلل جودة الاتصالات؟ إحنا دائما نعاني مشكلة الشبكة. صراحة. أوكي شبكة إيش ما تكون الشركة. أيوة طبعا. أيوة إيش غيره؟ ممكن إذا كنت يعني في مكان ما في بدروم شبكة. مثلا ولا أيوة. تحت الأرض ولا شيء ولا بعيد في الأسانسير إيش كمان؟ اتخيل انه ممكن مو بس المكان ياثر، تعرفي؟ والله الادوات اللي حولك ممكن تاثر فيها، ومن اهم الاشياء اللي احنا ما نعرفها الان حقول لكم اياها اللي بتقلل من جوده الاتصالات اللي يعني موجوده عندنا، حاجات ممكن نستخدمها كل يوم واحنا ما احنا عارفين. اكد خبير الماني في هذا الخبر انه استخدام المغناطيس في حوامل الجوال يقلل ويؤثر سلبا على جودة الاتصالات. أضاف أن المجال المغناطيسي الذي توجد قطعة مغناطيس مستخدمة أو مثبتة حتى في الجوال ممكن تتداخل مع إشارة شبكة الاتصالات وقت ما إحنا بنجري أي مكالمة. بكل بساطة بس غيروها من المغناطيسية إلى المشبك العادي اللي هو بيكون بلاستيك أو من أي شيء أي ماتيريال تانية من تثبيت الجوال. بقول لكم حاجه كمان بس حطوها في بالكم، مغناطيس ترى ما ياثر على المكونات الثانيه على الجوال زي البطاريه ولا التطبيقات العامه، لكن ممكن يؤدي لتلف بطاقه ائتمان وغيرها من البطاقات اللي تحتوي على الشيبس الصغيره او الرقائق الالكترونيه الموجوده فيها. حتى لما مثلا بنسافر الفندق بيعطينا اوقات كرت الغرفة. أيوة. ترى هذه برضو المفروض ما تحطه جنب الجوال لأنه برضو ممكن يخرب في نفس الوقت. كرت البنك كمان ما ينفع نحطه جنب الجوال. صحيح. يعني هذه أهم الأشياء اللي المفروض نركز عليها، ممكن سمعناها لكن نحاول نبدأ نستبدل، بلاش الأشياء المغناطيسية. بنشوف إنه كثير من الشباب تراد يستخدموا هذا المغناطيس. أيوة. خصوصا في السيارة. أيوة أيوة أيوة. لازم يقعدوا يحطوا الجوال قدامهم عشان يشوفوا اتصالات، عشان يقروا مسجات. دائما بنشوفه قدامهم، بالنهاية ما بيعرفوا إنه ممكن يضعف من شبكة هذا الجوال. صحيح. هذه اشياء على فكره في ربر زي الماتيريال المساحه هو بلاستيك بس قاسي يتعلق ويمسك في الجوال، ممتاز جدا اذا لقيته. صحيح. جربتيه؟ ايوه رائع والله مو طبيعي. انا مره جدا حبيت. جميل. عموما مشاهدينا خلونا نروح لخبر الثاني الموجود معي اليوم، وخبري عن علماء يطورون عدسات لاصقه. عمل هذه العدسات بإيش بتقول لك؟ بتنبأك عندما تمرض. يعني نجح باحثون في تطوير عدسات لاصقة تمتاز بقدرتها على تنبيه المستخدم عندما ينخفض السكر في الدم أو عندما تحدث أي مشكلة مع أحد أعضاء، وذلك بالاستفادة من قدرة تقنية الترانستورات فائقة الرقة. تم تطوير جهاز استشعار بيولوجي شفاف يمكن استخدامه عند إضافته إلى العدسات اللاصقة للكشف عن أعراض مجموعة من الحالات الصحية وفي الوقت الراهن كمان، ويمكن للنموذج الأولي الذي اختبر في المختبر الكشف عن مستويات السكر في الدم فقط، ولكن في المستقبل يعتقد الفريق أنه سيكون قادر على الكشف عن الحالات الطبية الأخرى ربما حتى السرطان. شيء جميل انه العلم تطور لهذه الدرجه، يعني من عدسات لاصقه انت تقدر تكشف اذا عندك مرض ولا لا عندك، لكن بس صح واضح من كلامك اللي ما قدرت اني استوعبه ابدا كيف العدسات وهي في عيني راح تخليني اشعر بمرض، انه عندي مرض ممكن تتغير لونه. هل تتوقع عنه تعرفي كيف ممكن؟ ايوه فيها ترانزستور. أيوة. مركب في عدسات. اوكي. أيوة. اوكي اوكي تعطي اشاره لتطبيق الجوال. تعطي اشاره لتطبيق على الجوال. اوكي ذات ميك سنس. اي والله صراحه. ايوه يعني اذا كذا. ايوه على فكره نفس الترانزستور الموجود في الخبر عندي، انا استغربت لما قلت لي لا اذا كذا انا احتاج هذه العدسات والله صراحه مره احتاجها. لا يا امي خلاص نعرف السخونه لما الواحد بس تقولي سرطانات لا هنا الواحد بيحتاج يعرف السكر الضغط. والله وصلنا لمرحله مره تخوف، حتى يقول لك في جهاز جديد يحذر لما يعني احنا دائما نروح السوق مثلا ندور على مدة تاريخ الصلاحية، أوقات ننسى، أوقات يقعد في الثلاجة المنتجات، عندنا جهاز جديد يحدد لك ويوضح لك من انتهاء أو يحذر من انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية. وهنا طور الباحثون حاجة جدا مهمة، مادة جديدة ممكن تستخدموها وتدخلوها ضمن أغلفة المواد الغذائية عشان تحذر المستخدمين لهذه الأطعمة وقت ما تنتهي مدة الصلاحية. صمم الباحثون هذا الترانزستور برضو نفس الشيء، المطبوع بيكون بالكامل من مواد نانومترية ثنائية الأبعاد لأول مرة. هذه هي طبعا نشوف هذه الموجودة
في الصورة. ممكن تستخدم الحواسيب النانوية أوكي في البطاقة نانوية قلتها نانوية أقولها 10 مرات إن شاء الله. نانوية في البطاقة الغذائية التفاعلية الذكية، توجد على أيضا زجاجات الحليب عشان تحدد هذا الأمر. الدارات الكهربائية المطبوعة برضو راح تسمح للمنتجات الاستهلاكية بجمع ومعالجة ونقل المعلومات. على سبيل المثال ممكن ترسل علبة حليب رسائل إلى هاتفك، طبعا تتحدث أنت وعلبة الحليب، خلاص خلصوا الناس، تحذرك من أنه صلاحية المنتج على وشك الانتهاء. وسر الليل وحنا ما سرينا، والله حبيت الفكرة الصراحة مرة حلوة، خصوصا للأمهات الكثير ما يعرفوا. يعني أنا أمي تيجي كل شوي اقري لي انتهى ولا لا. اقول لها يعني يا ماما اقري انت، بس عشان مكتوب بخط صغير مره طرات في العلب فما يشوفوا يعني. اوقات كثير تتلف في العلبه ما تلاقيها اصلا. ايوه فلا بالعكس مره حلو التطبيق، أيوة. حبيته كثير للامهات. دام انه في الوالده دخلت الموضوع اكيد طبعا الله يخلي لهم يا رب. اما مشاهدينا نروح لخبر الاخير موجود معي اليوم، وخبري عن اليوتيوب اللي اعلن وقال لا اعلانات بعد اليوم لاقل من 10,000 مشاهد ده للفيديو الواحد. ايش بكم هنتفرج براحتنا اخيرا، ما حيطلع الان. لا بس نحن كلنا نتفرج عليه مشاهده ما شاء الله اكبر من 10,000. طيب خلاص ازعل طلعت ازعل. عموما اعلنت منصه يوتيوب اتخاذها خطوه جديده في سبيل حمايه صانعي المحتوى، تتمثل بتحديث الحدود المطلوبه للانضمام الى برنامج شركاء يوتيوب. ولن تعرض المنصه الاعلانات على مقاطع الفيديو ضمن القناه حتى تصل عدد مشاهدات القناه الى 10,000 مره، وتسمح هذه الحدود الجديده باعطاء معلومات كافيه لتحديد مصداقيه القناه، وايضا التاكد فيما اذا كانت القناه تتبع إرشادات المجتمع وسياسات المعلنين في هذه القناة. وأكيد في منصة يوتيوب حركة جميلة، ولكن صدقوني ما راح يغير أي شيء بالنهاية. هم ممكن خففوا عليهم مسألة أنه كثير اشتركوا في الإعلانات عشان يدخل لهم دخل مادي خصوصا صحيح. من اليوتيوب، فهم يبغوا شافوا أنهم خسرانين في ذا الموضوع، فقالوا لا نحن نرفع كمان خسرانين، نرفع نخليهم لين 10,000 مشترك في نفس القناة. حتى المادة اللي بيقدمها ترى غير مجدية يوتيوب، يعني معليش مشاهدة ايوه 10,000 مشاهدة لكل فيديو، ترى حتى اليوتيوب ترى كسبان. كيف يعني خسران؟ والله ما اعرف ايش اقول صراحة، لكن اعرف هذا الكلام من ناس يعني معروفين وعندهم. ما تبي تفكي لك حساب في يوتيوب؟ يوتيوب فكرت صراحة بس لا ما تنزل سناباتك ودنيتك، ناس تعرف ايش الجديد ايش القديم. ايش الفائدة إذا كان موجود فيها فلوس؟ تقول لك فيها فلوس ايش الفائدة شيخ؟ بالله؟ طيب إيه؟ اوكي، يعني هو في الأخير قناعات وكل منصة لها أهلها، احنا يعني عندنا كثير من الاختيارات الموجودة. أنا أهم حاجة بس والله الأمور الممغنطة اللي موجودة على الجوال هذه سيبوكم منها، يعني في عندنا مليون حل وحل عشان نثبت الجوال، وبعدين ما له داعي نثبت الجوال واحنا قاعدين نسوق السيارة. لا في ناس عندهم حب انهم يثبتوا الجوال في السيارة ويقعدوا يتفرجوا على مسلسلات ويتفرجوا على افلام، كل ما يحلى لهم الا وقت ترى السيارة. ترى مو غريبة اذا كانت ملابس البيت في الشنطة ورا وفي غرفة ملابس ورا، فمو غريب انه يتفرج اللي يبغاه. لذي الدرجة يعني من جد طبعاً يعني طبعاً لذي الدرجة ملابس في الشنطة الشباب يعني وملابس ولا حد يقدر ينكر، كلكم انتم شباب صغار وكبار كلكم، لا حد يقدر ينكر. والله هي صراحة جدا جميلة لأنه تكون معك في كل مكان، مكان تروحها إيه. عندك ملابس النادي، ملابس الشغل، ملابس كل شيء موجودة بالسيارة. والله أرجع البيت وصلني. لا يا أبوي أنا أصلا برا، أروح أرجع عشان أوصل. بعد الفاصل حنكمل معكم أكيد في الرياضة والصحة والموجودة إن شاء الله دائما في حياتنا، ونستمر في إعطاء النصائح، نشوف إيش الجديد هذه المرة في ساعة شباب.